حبيبتكم وصحة حريرتكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم الحلقة الثالثة من سلسلة البقالات، ان شاء الله تعجبكم كما عجبوكم اللي فاتوا. قبل ما نبداو البنات كالعادة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك باش تدعموني. الباقول ديالي راه هنا قدامي. اليوم عندنا 3 شهور اللي راهم بزاف بزاف يستناو فيهم، اللي هما جويليا اوت وسبتمبر. دونك جويليا افالا غرمة البتلي. دونك نبداو بسم الله. طريف تاع القماش البنات ما ننساوهش. الوغ نبداو بالبقالات تاع شهر جويلي. هذه طاحت بسم الله. فالك شباب الرعود سبحان الله. الوغ بقالة شهر جويلي واش تقول؟ بقالة شهر جويلي تقول لو كان سعودي نغرس ونغرس مية نعود ونعود، لا كان سعود في يدك يا معبود يا سقام سعود سقم لي يا سعدي. آمين إذا سعدك المعبود إن شاء الله والسعودي سقمهم لك. وقال الزوجة عشر جبلية حليت باب الجنان لقيت الملاح رقود، تنهدت الدالية وتحرك العنقود، قال القمر في السماء نكشف على السحاب يدوب، خلي الحبيب لحبيبه واللي في قلبه حاجة الله يبلغ المقصود. آمين إن شاء الله يا ربي. بقالة شهر جويلية إن شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمنوا. دوكا نروحوا لبقالات شهر أوت. بسم الله أعقدوا. علاش يا لالة تخمة رحمة الله واسعة وكبيرة، لو كان جات بالكلام نتكلموا ونعطيك تدبيرة، بصح كل شي بالمكتوب وبدعاوي إن شاء الله الخير يبان وتزول عليك كل هموم وتروح الحيرة. اللهم آمين يا ربي. وقال الزوجة أعلميني يا لالة نهار تروحي لحمامك نرفض لك السلة ونمشي قدامك، ندور على يمينك ونزيد لك على شمالك، نبقى لك خديم طاي على طول زمانك. كيش شحال شابة هادي بالصحة ولا هنا قوت بزاف شابة بقالتك. دوكا نروحو لشهر الاخراني اللي هو سبتمبر. الشمعة يا الشمعة يا الشمعة الضوايا، لو كان نعرف وش بيك نمسح هادوك الدمعة من خديك ونرد لوجهك المرايا يا ربي يا معبود، اقبل دعايا يرجع لي زهو زمان ويا يا الحبيب قاعد معايا. ان شاء الله يا ربي. سمعوا العود كم سمعوا فالشباب مع الجمعة نقولوا هكذا وانتم ما نعرف. البقالة الاخرانية تاع شهر سبتمبر يلي جاية من العين وبيدك مليتي السلة، سبحان من عطاك الزين وزاد في بهاك ديك الحلة، ربي يحفظك من العين ويحقق لك ما تتمنى. اللهم امين سبتم. دونك البقالات تاع هاد الشهر بزاف شابين بيرسونالمون عجبوني. دونك فوالا البنات ان شاء الله يكونوا عجبوكم جويلي اوت وسبتمبر. السمانه الجايه ديالنا حنا تاع ديسمبر تما نوجدوا روحتينا ونزيد لكم ثاني بقاله العيد ان شاء الله. البنات هذا الفيديو خفيفه ظريفه ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله عجبكم الحال هكذا. ما بقى لي نقول لكم صحه سحوركم. يلا بروشان باي باي.